معنا على الهاتف سعادة العضو يوسف محمد أحمد الغتم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. مرحبا بك، وبعد التحية هل لك أن تطلعنا على أبرز الإنجازات التي قامت بها اللجنة خلال دور الإعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس؟ شكرا فسير، نمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين، نشكركم على هذه الاستضافة والتي يسعدنا أن نستعرض فيها إنجازات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. التشريعات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. نعم. وذلك خلال 11 اجتماع غدتهم اللجنة والتقت فيها مع ممثلي الجهات الرسمية كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المواصلات والاتصالات والمجلس الأعلى للبيئة، وذلك لمناقشة مرئياتهم حول تلك التشريعات المحالة للجنة. وقد بلغ عدد التشريعات التي أحيلت إلى اللجنة 14 تشريع، شملت 13 مشروع قانون ومرسوم بقانون واحد ناقشتهم اللجنة وعدت تقاريرها بشأنهم وحلتها لهيئة المكتب. نعم. ومن ضمن التشريعات التي ناقشتها اللجنة وأقرتها مرسوم بقانون بشأن حظر مكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف لمواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة قتل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت مشروعات القوانين التي أقرتها اللجنة وأحلتها لهيئة المكتب مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يهدف إلى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية، إلى جانب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما ناقشت اللجنة مشروعين قانون بإضافة مواد إلى قانون العقوبات، وكذلك قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم. فيما تضمنت مشاريع القوانين التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث 8 اتفاقيات ومعاهدات بين مملكة البحرين ودول أخرى، شملت الاتفاقيات المتعلقة بتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، واتفاقية مينا ماتا بشأن الزئبة، وانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وكذلك التصديق على النقاب. نعم، إذا سعادة السيد يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.